رياح قوية اللي من المنتظر أن تتجاوز سرعتها 90 كيلومتر في الساعة بداية من اليوم وغدوة. كلف رئيس الحكومة يوسف الشاهد كاتب الدولة المكلف بالصيد البحري بإصدار تحذيرات للبحارة في موانئ الصيد البحري وفي أبراج المراقبة. هذا وكلف الشاهد وزير النقل بتكثيف تواتر النشرات الجوية اللي يصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي والخاصة بالبحارة وبثها بجميع وسائل الإعلام. هذا ودعا رئيس الحكومة وزير الداخلية إلى تكثيف الدوريات المرورية في الطرقات والإبقاء على لجنة الكوارث في حالة انعقاد. أكدت المندوبة الجهوية للصحة بسوسة أمال نويرة أن الطبيبة المقيمة اللي تم إيقافها على ذمة التحقيق في قضية وفاة رضيع بقسم طب التوليد والنساء بمستشفى فرحت حشاد لم ترتكب أي خطأ طبي. هذا وأضافت في تصريح لمراسلة نسمة بالجهة أنه لجنة من الخبراء في طب النساء تجتمع حاليا للتباحث حول مدى إمكانية ارتكاب خطأ طبي في وفاة الرضيعة، مشيرة إلى أنه جميع الأطراف تأكد أنه وفاة رضيع لا علاقة لها بالأخطاء الطبية وأن الطبيبة الموقوفة حاليا لم تخطئ في عملها. هذا باش تصدر بعد حين المندوبية بيان تبين فيه ما خلصت ليه اللجنة وآخر المستجدات في القضية. وديما في الشأن الطبي وعلى إثر وفاة